حصلت قناة التلاتية العربية على مزيد من الشهادات من داخل مدينة مضايا المحاصرة، وتبين الشهادات أن أغلب السكان يتناولون الملح حتى يتمكنوا من البقاء دون أن يغمى عليهم. 4 أيام بلا أكل، بس في شي شغلة أكلها والله لي 4 أيام. هلأ بس عم نروح ندور على حشيش، ما لقيناش حشيش، بس طامي أختي، أختي صغيرة كمان دايخة حتموت، بدنا بس شي شغلة ناكلها. بيعدونا صرنا شهر ونص، اليوم وإيه بكره، اليوم وإيه بكره، حد شو بدنا ناكل؟ ما في شيء. كيلو الرز 100 ألف فراغ، والسكر 100 ألف فراغ، والبرغل 100 ألف فراغ، والعدس 100 ألف فراغ، كله 100 ألف. منين بيجي مصاري؟ لا معنا مصاري ولا معنا شيء، قاعدين.